الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من المواجهه. اكون مع حضراتكم على مدار الساعتين القادمتين انا لما جبريل في المواجهات الليله. الحقيقه بنحاول كالعاده يعني يبقى معانا مواجهات متنوعه ومختلفه. هنبداها بمناقشه موضوع هام مرتبط بتوسع الحكومه في مشروعات التحول الرقمي لتحقيق رضا المواطنين. مره ثانيه هندخل في هذا الملف، نتعرف عن معنى التحول الرقمي وكيف يخدم المواطن التحول الرقمي، والدوله وصلت لفين فيما يتعلق بتحويل كل الهيئات والمؤسسات للعمل بهذا النظام او تكون مميكنه وبها تحول رقمي شامل. هيكون معانا مهندس اشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي. اما في المواجهه الثانيه هتكون عن جديد المدارس اليابانيه في العام الدراسي المقبل وخطه الدوله للتوسع فيها. المدارس اليابانيه الحقيقه منذ انطلاقها في الدوله المصريه كان عليها اقبال شديد، سيستم او نظام دراسي مختلف عن الانظمه المصريه، وطبعا اليابان متفوقه يعني. فالحقيقه هيكون معانا في هذه الفقرة الأستاذ مالك الرفاعي مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم. المواجهة الثالثة والأخيرة هيتجدد فيها اللقاء مع الكاتب الصحفي أستاذ عبد الحليم أنديل، وحديث هام جدا عن الجمهورية الجديدة القائمة على مفهوم الابتكار والتنمية في كل المجالات وما هي الجمهورية الجديدة. خلونا نبدأ في أول وأهم الأخبار. وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بمتابعة الحالة الصحية للمواطنين والوقوف على آخر ما وصلت إليه التطعيمات، أوضحت وزارة الصحة والسكان إلى أن المركز العالمي لمكافحة الأمراض والوقاية أصدر تصريحا حول المركز CDC هو أصدر تصريحا حول أهمية التطعيم في ظل ظهور سلالة دلتا المتحورة، والذي نوه إلى أن التطعيم مازال قادر على تقليل نسب دخول المستشفى والوفاة للفئة الأكثر خطورة. كما نفت وزارة الصحة شائعة إصدار شهادات أو QR كود الخاصة بتطعيمات لقاحات كورونا للمسافرين دون تلقيهم اللقاح، مع توضيح الموقف الحالي لتلقي لقاحات ضد كورونا، موضحة أنه تم زيادة عدد مراكز اللقاح ل 657 مركز بدل من 580 مركز، وعدد مكاتب السفر إلى 145 مكتب بدل من 134 مكتب. وتم الإشارة أيضا إلى أن المستشفيات ستقوم بتطعيم الطلاب الجدد وقت توقيع الكشف الطبي عليهم من خلال نقاط ثابتة. تم الإعلان أيضا من خلال وزارة الصحة إضافة عقار أكثر فعالية لعلاج مرضى فيروس كورونا، والذي سيساهم في خفض 70% من وصول المصابين للحالات المتأخرة والوفاة، وذلك ضمن استحداث بروتوكول علاج فيروس كورونا في نسخته الخامسة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث. يا دكتورة برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء النور يا فندم. خليني أبدأ مع حضرتك من حيث انتهى الخبر، وتحديدا النقطة المتعلقة بالعقار الجديد الذي سيضم إلى البروتوكول وسيحمي بنسبة 70% من الوصول المصابين للحالات المتأخرة. إيه العقار الجديد يا فندم اللي دخل على البروتوكول لعلاج كورونا في مصر؟ هو نوع من انواع المونوكلونال انتي بوديز او الاجسام المضاده، او للتخصيص يعني العلاج بطريقه مناعيه. فكره مشابهه لفكره بلازما المتعافين، استخدام بلازما المتعافين في علاج كورونا، لكن بتبقى نوع يعني استخلاص اكثر للجزء الفعال في الجزء الفعال اللي هو المناعي يعني او الاجسام المضاده الجاهزه. ده هيبقى متوفر يا دكتور لكل الناس ولا من خلال حضراتكم فقط يمكن تلقيه؟ هو طبعا التوفير هيبقى من خلال وزاره الصحه. هي الفكره بس اللي حابه اكدها انه العلاج المناعي ده كيشنز او يعني يبقى فعال او يمكن ان هو يبقى مفيد في حالات محدده موصوفه كويس جدا في البروتوكول العلاجي النسخه الخامسه ان شاء الله، لكن هو مش يعني خليني برضو بس عشان اكد او يعني النقطه دي محتاجين انها تبقى واضحه، احنا لسه لغايه دلوقتي ما عندناش علاج سحري فعال لكورونا نقول ان هو ده علاج كورونا في المطلق، لكن هو الحالات المتوسطه اللي بيبقى عندها عوامل خطوره انها توصل للمرحله الاخطر، بنبقى يعني كاننا بنقول نلحقها في مرحله معينه بالعلاج المناعي بس. ويمكن اسمحي لي دي فرصه برضو لان دايما احنا اتعودنا مع بعض ان احنا نشتغل كلنا مع بعض والمواطنين احساس المسؤوليه المشتركه، يمكن دي تاكد يعني النقطه دي ترجعنا تاني لنقطه انه انا في الفتره الجايه في احتمالات زياده الحالات
الحالات اللي عندها عوامل خطورة ما ينفعش تستنى في البيت، الحالات اللي عندها سكر، أمراض قلب، أمراض صدر، سن متقدم فوق 60 سنة، في مرحلة معينة لازم يتوجهوا للمستشفى. ده طبعا حالة إصابتهم بكورونا ووصلوا لمستوى معين أو مرحلة معينة من الإصابة يا دكتور تقصدي؟ بالظبط كده، علشان نقدر يساعدونا انه احنا في يعني نجاح العلاج ده في ان احنا نتدخل في مرحله معينه من طب العلاج المعيني ده يا دكتور مش لاي اصابه، يعني مش اي حد يصاب بكورونا بيتم وصف هذا العلاج له؟ لا خالص، ده للحالات المتوسطه، للمرضى اللي عندهم عوامل خطوره، واحنا قلقانين ان الحاله المتوسطه دي بناء على عوامل الخطوره وعلى التحاليل وعلى الحاله الصحيه ممكن يعني تتطور لتأخر. لكن تأخير في العلاج، يعني الحكايه دي احنا شفناها في الموجات اللي قبل كده، لما بنلاقي الناس مثلا سنها متقدم او عندها مشاكل صحيه من قبل كده ودخلت المستشفى متأخر، ده بيأثر كتير جدا على خطة العلاج وعلى نسب الشفاء. دكتور، حول العالم معظم الدول بدأت الدخول في الموجة الرابعة مع زيادة الأعداد بشكل أو بآخر، وطبعا في حماية أو في مستوى أفضل لو يمكن وصفه نظرا للدول اللي فيها تطعيم بوتيرة عالية، ولكن ما حماش من الإصابة بالكورونا، ولكن حما يمكن من الحالات المتطورة أو الخطيرة. هنا في مصر يا دكتور استعداداتنا كيف هي في إطار دخول الموجة الرابعة، وطبعا هدفنا أن احنا نطعم أكبر قدر من المواطنين بشكل أو بآخر؟ بالفعل ده حاليا يعني رأيا بقى عايزين نقول مواكبة لكمية الإنتاج المحلي اللي بدأت، يعني إن شاء الله قريبا هنبدأ نتكلم على 5 مليون جرعة يتم الإفراج عنهم من الإنتاج المحلي، زائد الجرعات المتوالية اللي هيتم استيرادها واللي بالفعل بدأ وصولها. هنتكلم على مستهدف يومي معالي الوزيرة بتتكلم من 400,000 ل 800,000 تطعيم كوفيد 19، 800,000 جرعة في اليوم. فطبعا علشان ده يبقى على ارض الواقع بقى اوبريشنال الاستعداد ليه، زي ما حضرتك نوهتي قبل المداخله، يعني عدد المراكز، التطعيم، اللوجيستكس، التسهيل على الناس، الاجراءات والاوتوميشن، كل ده ماشي مع بعض علشان نقدر نوصل لمستهدف اعلى واعلى واعداد اكبر، وخصوصا الاعداد طبعا اللي هي بتتكلم العاملين في قطاع التعليم والناس اللي هي عندها مشاكل اكتر او عوامل خطوره اكتر. طبعا يعني هنعمل ان شاء الله ان يتم تخطيطهم في خلال الشهر الجاي باكبر نسبه. قطاع التعليم، ايه الخطه يا دكتور لعمليه التطعيم لهم اذا كانوا الطلاب او هيئات التدريس المختلفه في التربيه والتعليم او التعليم العالي مع دخول العام الدراسي الجديد؟ بالضبط، بالنسبه للطلاب طبعا بنتكلم على الطلاب فوق 18 سنه، يعني بنتكلم على طلاب الجامعه، سواء الطلاب الجدد او اللي بيشتغلوا في الجامعات عن طريق المستشفيات الجامعيه وعن طريق نقط ثبت حسب كل التفاصيل بقى حسب كل جهه. وبالنسبه للعاملين في طبعا التربيه والتعليم وفي القطاع التعليم العالي، جميعا طبعا مستهدفين ان هم يتم تخطيطهم بالقرعه الاولى والثانيه قبل بدايه العام الدراسي باذن الله. طيب خليني اسال حضرتك ايضا يا دكتور عن الشحنات القادمة من الخارج، والشحنات أيضا التي تصنع في الداخل المصري، إمتى هتدخل الأسواق أو هتنزل طبعا في المراكز التطعيم يعني بشكل أكثر دقة؟ بشكل أكثر دقة مع الوزيرة النهاردة نوهت في اجتماع مجلس الوزراء أنه تباعا 5 مليون جرعة اللي بيتم تصنيعهم حاليا محليا من لقاح ساينوفاك هيتم الإفراج عنهم بداية من أول سبتمبر بإذن الله، من 5 سبتمبر. بالنسبة لتوفير الجرعات من الخارج، كل اللقاحات تقريبا دلوقتي جاي يعني توفيرها بالتوازي، بالفعل طبعا جونسون أند جونسون، ساينوفاك، ساينوفارم، سبوتنيك، أكسفورد، أسترازينيكا، كلهم بالفعل موجودين دلوقتي. وفايزر يا دكتور كان في كلام انه المفروض يوصل في المرحله القادمه. بالظبط، هي فكره بس فايزر انه بيبقى في استعدادات للكولد تشين كانت بتخلص، وقريبا ان شاء الله يتم الاعلان عن وجود فايزر 5. طب دكتور نصيحه حضرتك بما انه العالم كله داخل في موجه رابعه، وتوقعاتكم احنا لزياده اعدادنا احنا ايضا ودخولنا في هذا الموجه مع العالم.
هو الحقيقة في الفترة اللي فاتت على مستوى وزارة الصحة تردد على المستشفيات وعلى مستوى يمكن كمان القطاع الخاص، يعني مش عايزة أقول بدأ، يعني الحقيقة بدأ يبقى فيه يعني حالات الأسبوع ده مثلا أكثر، متوسط حالات الأسبوع ده أكثر من الأسبوع اللي قبله. متوقعين طبعا الفترة الجاية يبقى فيه زيادة، ويبدأ يعني ندخل بقى في الموجة الرابعة في شهر سبتمبر. خليني ارجع اقول لحضرتك، هتبدا الموجه الرابعه الزياده المضطرده امتى ومداها هيبقى شكله ازاي، يعني هنوصل يعني بزياده يوميه بنسبه شكلها ايه، كل ده حقيقه رهن تصرفاتنا. معلش دايما برجع للنقطه دي، عارفين كويس جدا ازاي نحمي نفسنا من كورونا دلوقتي، كل الاجراءات الوقائيه عامه بقت سهله ومتاحه ومعروفه ومعروف مدى تاثيرها وتعودنا عليها الحقيقه. فيعني دايما نرجع نذكر الناس انه مع التطعيمات لكن مع بقى تغييرات المواسم ومع الدراسه محتاجين كلنا نرجع ناكد على نقطه اجراءاتنا الوقائيه العامه في المدى القصير الحقيقه لازم نفضل ملتزمين بها حتى مع تباعا يعني زياده في تغطيه التطعيم. عدت العناوين مره اخرى دكتور المتعلقه بجرعات الثالثه من التطعيم، راي حضرتك ايه في ده، وهل في تفكير في الداخل المصري لهذا الامر؟ في الوقت الحالي على ارض الواقع او في نطاق التطبيق لا، ده مش وارد، لان هو الهدف الاساسي هو التغطيه يعني الافقيه اكثر لو جاز التعبير، او تغطيه اكبر عدد ممكن من المواطنين. لكن في النطاق البحثي بالفعل مصر مشاركه في تجربه اللي هي تجربه ساينوفارم، ده في نطاق التجربه يعني اللي هم 3000 المشاركين في تجربه لقاح ساينوفارم في الفتره اللي قبل كده. هنبدا نشوف نتائج الجرعه الثالثه على ال 3000 مشارك علشان نقدر نطلع ارقام علميه، نقول هل الفائده شكلها ايه، هل يعني ببساطه كده امتى الموضوع يستاهل، مين اكتر ناس هيستفيدوا من سواء بقى فئات عمريه معينه او اراد مننا، كل ده لسه في نطاق بحثي حقيقي. نعم، هنقدر نطلع سوليد داتا نشتغل عليها. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره نهى عاصم مستشاره وزيره الصحه للابحاث. من كورونا إلى برنامج هندسة البرمجيات، الحقيقة الجمهورية الجديدة زي ما احنا نحاول نتابع كل ما يمكن أن يقال عليه ضمن أهم محاور الجمهورية الجديدة قايمة على الابتكار والمعرفة ومواكبة كل ما هو جديد في العلوم المختلفة. ومن هذا المنطلق طرحت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة حلوان برنامج هندسة البرمجيات لأول مرة، واللي بيعتبر من أهم التخصصات الحديثة لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها. البرنامج ده بيتصف بأنه برنامج متميز على مستوى العالم، يعتبر إضافة علمية لطلاب الكلية وتقديم الأفضل والأحدث من الناحيتين العملية والنظرية. وبتعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولا من الأقسام الأخرى، يعني بيصبح الطالب أكثر دراية بكل ما يتعلق بمشروعات البرامج المختلفة. خلونا نفهم أكثر عن هذا البرنامج. معنا عبر الهاتف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان. يا دكتور برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بيك يا فندم. لو دلوقتي يا فندم وإحنا على وشك بدء مرحلة تنسيق الجامعات، ممكن تكلمنا عن أهمية طرح برنامج هندسة البرمجيات في التحديد في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبما أنه الحقيقة سوق العمل كله بيتجه نحو هذه التخصصات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا عايز أوضح حاجة، أن إحنا في العامين الماضيين أول حاجة عملناها أن إحنا عدلنا مسمى الكلية. كلية اسمها كلية الحاسبات والمعلومات أصبحت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. نعم. دي مهمة أوي. وهذا التعديل اللفظي لم يكن فقط تعديل لفظي، وإنما صاحبه تعديل عملي. في طبيعة المقررات، طبيعة البرامج اللي بتطرحها الكلية. حضرتك زي ما أشرتي إن إحنا أساساً بنلبي حاجة سوق العمل. ده مهم جداً إن الطالب أو الخريج اللي هيلتحق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وبرنامج هندسة البرمجيات على وجه الخصوص يجد فرصة عمل عند التخرج، مش بس عند التخرج، خلال التدريب العملي ليه على مدار الأربع سنوات اللي هو إن شاء الله هيبقوا 3 سنوات من العام القادم. أنت عارف حضرتك فيه يعني تعديل في المادة 79 في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات اللي بيختصر للطالب المتميز عايزين سنوات من 4 إلى 3. نرجع لموضوع هو الأهم. كان دائما وابدا يقال ان خريج كليه الحاسبات هو بروجرامر، يعني
فقط بيعمل على تخصص البرمجيات، على مجرد البرمجيات او البرامج اللي موجوده على هذا البيانات. لكن هذا الامر هندسه البرمجيات زي ما هو واضح في المسمى، لا هو مرحله وسيطه بين البروجرامر وبين ان هو يعمل ممكن صيانه يتدخل في الكمبيوتر انجينير. ده الاهم بقى، ان هو النهارده هو حاجه وسط ما بين ان هو بروجرامر وان هو يكون عنده كمبيوتر انجينير، وده مطلوب لان من الخطا ان ده يشتغل لوحده وده يشتغل لوحده. لابد ان يكون عنده المهارات العمليه ان هو يقدر يشتغل على المجالين في وقت واحد، وده مهم جدا جدا وبيديله بعد اكتر وبيخليه سعره او فرصه في سوق العمل افضل اكتر. دكتور، هل ده برنامج بيتم التقديم ليه او كيف يتم التقديم ليه، وهل يجب ان يكون فقط خريجي او اللي بيدرسوا في كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي؟ طبعا وجيه من حضرتك يا فندم. هو اولا لابد ان الطالب او الطالبه يقبل في كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي من قبل مكتب التنسيق. نعم، يعني مش هقول ان برنامج هندسه البرمجيات له رغبه خاصه في رغبات اللي بيطرحها مكتب التنسيق، لا هو بيكتب الرغبه بتاعته كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعه حلوان. عند الالتحاق بالكليه هناك زي ما احنا بنقول في الجامعات في حاجه اسمها ما تعرف باسم التنسيق الداخلي. تنسيق داخلي يعني بنطلب سبيشال ريكويرمنت او متطلبات خاصه لهذا الطالب. بمعنى قد يكون مستوى اللغه الاجنبيه او درجات اللغه الاجنبيه اللي حصل عليها في الثانويه العامه اعلى يمكن من زميله اللي معاه في نفس الكليه في المين ستريم او البرنامج العام. ليه متطلبات معينه، مقررات معينه في الفيزيكس مثلا او فيزياء، فاذا له متطلبات معينه. بالاضافه بيبقى طبعا الكليه كلها قايمه على نظام الساعات الكريدت او الساعات المعتمده او كريدت اورز، لكن ده حضرتك النهارده ممكن ان هو ينهي الدراسه بتاعته في 3 سنوات. الجديد برضه في هذا البرنامج ان هيكون ليه تدريب عملي في فصل الصيف، يعني الطالب ما بين سنه اولى وسنه ثانيه يعني مش مجرد يخلص امتحانات واجازه وخلاص، لا ده هيكون وينزل لسوق العمل وشركات البرمجيات. هو كم ساعه يا دكتور البرنامج؟ البرنامج يا فندم 132 ساعه معتمده. ده تقريبا وقت قد ايه؟ ما احنا اتكلمنا حضرتك احنا ممكن النهارده التعديلات اللي تمت التشريعيه في هذا الامر ممكن يتم في 3 سنوات. 3 سنين، نعم 3 سنوات. نعم، مش بس كده حضرتك، احنا بنحاول حتى في هذا البرنامج ان القائمين على التدريس بيه زملاء لينا طبعا في كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الجامعه، لكن لو في مقررات ذات طبيعه خاصه ممكن نستعين باحد رجالات الشركات البرمجيات. ده عشان نطعم الجانب العملي في سوق العمل مع الجانب الاكاديمي اللي موجود، وده مهم جدا. نعم، لان مش عايزين الطالب يحس ان هو يعني نظري، شغال نظري بس. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور ماجد نجم رئيس جامعه حلوان. طيب حقيقه انه دار الافتاء المصريه اتجهت اتجاه نحو سوشيال ميديا قوي، وانتهجت نهج جديد في نشر فتاواها، وهي البدء في نشر الفتاوى عن طريق الفيديوز. أعلنت الإفتاء إنشاء حساب جديد ليها لأول مرة تحديداً على منصة تطبيق الفيديوهات تيك توك، وأوضحت أنه سبب إنشائها هذا الحساب من أجل مزيد من الوعي ومن أجل المزيد من التواصل الفعال، وأكيد الحقيقة توصل لنسبة شباب أكتر. يعني تيك توك عليه ألفات مؤلفة من الشباب المصري والعربي. وقالت كمان أن الحساب يهدف لنشر الفتاوى الصحيحة ولكن من خلال الفيديو. وكان أعلن في وقت سابق الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم أنه أمانة الإفتاء العالمية عقب انتهاء المؤتمر العالمي 6 للإفتاء تحولت إلى خلية نحل من أجل وضع خطة استراتيجية لبدء تنفيذ التوصيات والمشروعات المهمة اللي تم الإعلان عنها في ختام المؤتمر. على العموم خلونا نفهم أكثر حول هذه الخطوات وتوجه الإفتاء في المرحلة دي. معنا عبر الهاتف دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا، تحياتي يا فندم وتحياتي لمشاهدينا الكرام. ما هي أهمية أن تكون الفتاوى عن طريق الفيديو، وهل ستكون بديل عن الفتوى المكتوبة، وخطوة التيك توك يا دكتور ما هي الهدف من وراءها؟ وطبعا هو فيه تطور وطفرات ثقافية في على مستوى العالم كله بنشهدها ومتجلية جدا في
السوشيال ميديا، الثقافة والرسالة الآن كانت أصبحت أكثر تواصلا وأكثر تلقيا عن طريق الرسالة المرئية أكثر حتى من المسموعة فقط. يعني كل دي عناصر بتؤيد في وصول الرسالة، والفتوى باعتبارها رسالة حضارية ورسالة من رسائل الخطاب الديني الرشيد اللي بندفع بها لإزاحة أي عملة زائفة من الأسواق. الناس لابد أن تنزل هذه الأسواق. هيا دكتور، هناك الكثير من الشيوخ اللي أقدموا على هذه الخطوة وأصبح لديهم حسابات على التيك توك، وبيتم الفتوى من خلال أو الرد على أسئلة الناس من خلال الفيديوز على حساب التيك توك، وطبعا تيك توك لديه الكثير من الفئات والشرائح العمرية. شكل العمل عليه هل تم تحديده، وهل ده مش هيحصر ولكن ربما يوجه الأسئلة والمعلومات التي تضاف إلى هذا الحساب في اتجاه معين؟ التيك توك واحد من البرامج السوشيال ميديا المنتشرة جدا، وله سمة خاصة في نشر الفيديوهات عليه، ولذلك ده يراعى في ما سيبث عليه من الفتاوى عن طريق علماء الإفتاء في دار الإفتاء المصرية، ويراعى هذه السمات من حيث المدة اللي ونوعية الأسئلة أو المعلومات كمان، ونوعية الأسئلة وطريقة كمان إجابة الأسئلة وطريقة تعامل العلماء الدار مع علماء أمناء الفتوى مع هذه الأسئلة. كل ده طبعا موضوع في الاعتبار، وموضوع كمان في الاعتبار كم الذي سيوضع، لابد أن يكون كما مناسبا لحجم ما حجم بحر الموجود على التيك توك، لأن احنا طبعا ملاحظين أن مدى انتشار هذا البرنامج ومدى تلقي الناس له ومدى احتياجهم الحقيقة لوضع ثقافة جيدة لضبط وليكون مع بالتوازي مع سائر برامج السوشيال ميديا. فكرة التواصل الفعال خصوصا مع الشباب يا دكتور، كيف تحرصون عليها؟ وهل بتكون هل بيكون في شكل من أشكال حتى على الحسابات الأخرى إذا كانت تويتر أو فيسبوك، السؤال المباشر من خلال الشباب، الرد المباشر من حضراتكم، ولا حضراتكم بيكون ليكم مواضيع بتخشوا تقولوها أو تطرحوها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي؟ طبعا الشباب ومستخدمي الشباب الناس بصفة عامة والمواطنين بصفة عامة لهم حقوق ولهم في عندنا خدمة لابد أن احنا نقدمها، والخدمة دي الآن أصبحت الرسالة بتصل أو بنسعى في توصيلها للجميع وخصوصا للشباب، لأن الشباب هو القوة التي نسعى إليها جميعا والتي أصبحنا نصل نتوصل إليها مش لنكتفي أن هم هيجولنا، وده بيبقى بيحصل على السوشيال ميديا. احنا عندنا كل يوم على موقع دار الإفتاء وصفحة دار الإفتاء المصرية على فيسبوك، ودي الحمد لله وصلت ل 11 مليون متابع، وهي أكبر صفحة دينية لها متابعين. كل يوم عندنا أحد العلماء كبار علماء الدار في لقاء مباشر مع المتلقين والسائلين بيجيب عن الأسئلة، وفي إلى جانب هذا أسئلة بتسجل وتبث عبر الصفحة أو الصفحات وصفحات التواصل الاجتماعي، واللي هينضم إليها صفحة أو حسابنا على تيك توك. فكل ده إحنا بنرجو منه إن إحنا نصل لعقول الشباب حتى لا يصل إليهم عملات مزيفة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحقيقة أنها خطوة هامة جدا، نظرا لوجود أو السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي هو بحر وفضاء واسع جدا، وبه الكثير من ممكن أقول الأراء المتطرفة التي تخرج إلى الناس، لأنه في شخصيات قاعدة لوسائل التواصل الاجتماعي بترد بشكل مباشر وسريع. إذا كانوا معرفش هل نقدر نقول إن هم شيوخ ولا شخصيات متطرفة استغلت الدين بشكل أو بآخر، فخطوة
والدخول دار الإفتاء المصرية على منصة كمنصة تيك توك، والمتابع من حضراتكم يعرف قد إيه تيك توك بفئات عمرية مختلفة، بأفكار مختلفة، بتواصل بشكل مختلف وسريع، ومئات ومئات من الشيوخ اللي فعلا خدوا هذه الخطوة وابتدوا يردوا على الناس بشكل مباشر وسريع، وفي آراء طبعا بعيدة بعد كامل يعني عن الآراء الدينية الصحيحة اللي يمكن الأخذ بها. فالحقيقة أن دار الإفتاء دايما في حداثة في خطواتها، ودي خطوة أنا أعتقد أنها خطوة هامة جدا للتواصل مع الفئات العمرية المختلفة، مع الشباب اللي يمكن إحنا دولة شابة زي ما بيقال دائما 60% من هذه الدولة من الشباب المصري، خطوة هامة جدا أن إحنا دايما نكون معاهم بالآراء الصحيحة الدينية. طيب خلينا نروح لخبر آخر. أعلنت وزارة البيئة عن توفير 128,000 من مهمات الوقاية ل 11,000 عامل من عمال النظافة بتكلفة مالية قدرها 12 مليون جنيه من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة في المحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمل البرنامج، وهي قنا وأسيوط الغربية وكفر الشيخ، وذلك في إطار خطة الوزارة لمساعدتهم في مواجهة الظروف الاستثنائية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا. على العموم معنا عبر الهاتف دكتور حازم الضنان مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بوزارة البيئة. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. عمال النظافة هم أكثر الفئات عرضة طبعا للإصابة بفيروس كورونا وغيرها من الأمراض، إيه هي أهم البرامج الحماية الموفرة ليهم وتحديدا البرنامج الوقائي ل 11,000 عامل من عمال النظافة ده يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في البرنامج الوطني التابع لوزاره البيئه واتساقا مع مبادره السيد الرئيس حياه كريمه وتوجيهات معالي الوزيره، قمنا بتوفير مهمات وقايه للعاملين في منظومه النظافه بضربة المحافظات اللي هي نطاق عمل البرنامج. احنا بنهدف من كده ان احنا نواجه الظرف الاستثنائي الموجود في من خلال كورونا او كوفيد 19، وبنواجه عشان اكثر استعدادا لمكافحة أي عدوى تنتج من مهام العمل الموكلة ليهم. احنا وفرنا لهم احتياجاتهم من مهمات الوقاية، من بدل، من كمامات حوالي 40,000 علبة كمامة، طبعا جوانتيات، نظارات، غير الأحذية السيفتي ليهم عشان يقدروا يأدوا عملهم. هتوسعوا ده يا فندم على اعداد اكبر في المرحله القادمه؟ هل في هناك خطه لذلك؟ احنا بنفكر 11,000 دلوقتي، احنا في 11,000. احنا نطاق عمل البرنامج ان احنا البرنامج ممول من شركاء التنميه الدوليين، الاتحاد الاوروبي، بنك التعمير الالماني والاتحاد السويسري، فاحنا بنقيم التجربه دلوقتي وان شاء الله في يعني في فرصه كبيره بعد نجاح التجربه دي ان احنا ممكن نوسعها لعمال في محافظات تانيه ان شاء الله. في تنسيق طيب مع عدد من الوحدات المحلية أو حتى من الجمعيات الأهلية في هذا الإطار يا دكتور، أو إطار حتى العمل على شكل الوقاية لعمال النظافة؟ احنا فندم يعني احنا هنغطي كافة العاملين في منظومة النظافة في الأربع محافظات، ده حتى شامل السواقين، يعني مش العمال بس، حتى اللي هم بيكنسوا كل يعني كل اخواتنا وزمايلنا في منظومه النظافه في المحافظه احنا بنغطيهم، وده يشمل برضو كتير من الجامعات الاهليه ان شاء الله هنغطيهم في المرحله دي، عشان هم يعني في كتير من القرى الموجوده في الاربع محافظات بتغطيها، بس يعني موجود هم الجامعات الاهليه اللي بتغطي منظومه النظافه من جمع ونقل وكنس الشوارع في هذه المحافظه. شكرا عليك دكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبه في وزاره البيئه. في إطار خطة وزارة الموارد المائية والري الرامية للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، تم عقد المؤتمر الأول الموسع لمحافظتي قنا والأقصر، والمؤتمر ده الحقيقة بيهدف لبدء تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، وبيستهدف تحويل زمام أكثر من 3 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه. طبعا بتقوم الحكومة بتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري.
تكفلت مؤسسة حياة كريمة بمصاريف الطالبة ندى حربي حسن محمد وهي ابنة محافظة أسوان. ندى حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية للتعليم والتدريب شعبة سكرتارية طبية بمجموع 99%، وده طبعا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. المؤسسة تكلمت في بيان أنه تم أو قررت التكفل بمصاريف ندى التعليمية كاملة حتى انتهائها من العملية التعليمية بالكامل، ده علاوة على توفير فرصة عمل ملائمة لها وتوفر لأسرتها الحياة الكريمة، وذلك تكريما لتفوقها العلمي. طبعا نهنئ ندى مش بس طبعا على هذه المنحة ولكن أيضا على تفوقها وحصولها على المرتبة أو المركز الأول على مستوى الجمهورية. مبروك يا ندى. مشاهدينا الكرام، هذا فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نبدأ أولى مواجهة الليل. من جديد برحب بحضراتكم. يمكن احنا بنتكلم دلوقتي في اكثر من عامين بيتردد علينا مصطلح التحول الرقمي. قدرت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية انها تنجز خطوات واسعة في طريقها تجاه تحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية، واللي من اهم اهدافها الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. ده اتحقق عن طريق التحول الرقمي وكمان تنمية الاقتصاد الرقمي وفكرة الشمول المالي، والحقيقة كلها افكار او كلها خطوات مرتبطة بشكل وثيق ببعضها البعض، إذا كان التحول الرقمي أو التحول الاقتصادي أو الشمول المالي. وهذا ساهم في رفع الكفاءة والفعالية لتقديم الخدمات الحكومية عبر وسائل الإلكترونية، توفير التكلفة والوقت والجهد وزيادة الإنتاج. ده إلى جانب طبعاً إن الحكومة بقى عندها داتا بيز أو بتحاول تجمع أكبر قدر أو أكبر قدر من المعلومات عن المواطنين، مما يسهل تاني حياة أو عمل المواطنين في مختلف قطاعات الحياة اليومية، إذا كانت المرور أو الصحة أو حتى فواتير الكهرباء. فالحقيقة منظومة كلها مرتبطة ببعض. خلونا نتكلم ونفهم أكتر التحول الرقمي وإيه اللي بيقدمه للمواطن وإيه اللي بيقدمه للحكومة. معنا دورني في الاستوديو مهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشؤون قواعد البيانات والتحول الرقمي. باشمهندس أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ خليني أسأل حضرتك في البداية سؤال واضح ومباشر وصريح. عايز احنا بقالنا فترة ليست بالقليل أعتقد نتحدث عن التحول الرقمي ولكنه ملف هام جدا. خليني أسأل حضرتك مرة تانية وثالثة، إيه هو التحول الرقمي؟ أهلا وسهلا بحضرتك. اسمحي لي في البداية قبل ما أتكلم على معنى كلمة التحول الرقمي أن أشير إلى أن إحنا في الفترة الأخيرة وبالذات مع التحول إلى الجمهورية الجديدة وحجم الطفرات اللي إحنا كلنا بنلمسها وشايفينها على أرض الواقع وشايفين حجم الإنجاز اللي هو يبقى بالنسبة لنا شبه يومي، أنا علشان أقدر أن أنا أصل إلى هذا الحجم من الإنجازات والتطوير في كافة الوسائل، فكان لي لازم يكون في معانا مجموعة من الوسائل والأدوات الهامة اللي لازم نستخدمها علشان نقدر نصل إلى هذه المرحلة. ويكون بالنسبة لنا التحول الرقمي هو أحد الأدوات الرئيسية. بس مهم جدا نبقى عارفين إيه معنى التحول الرقمي أو أهداف التحول الرقمي في الاستخدامات بالنسبة لنا. التحول الرقمي هو أساسا ليس غاية نصل إليها، هو وسيلة نحن نستخدمها في حياتنا اليومية لتحقيق أهدافنا التي نأمل في الوصول إليها بإذن الله. يبدأ التحول الرقمي أن يكون ثقافة مجتمع يحتاج إلى الوصول إلى تحقيق أهدافه بوسائل علمية وتكنولوجية تساعد وتيسر وتفيد الجميع، الجميع كدولة كمواطن أو كحكومة آسف وكمواطن في العديد من أوجه نشاط الدولة وليس الخدمات فقط. يعني أنا النهاردة لما نبص نلاقي أن كافة استخدامات الحياة اليومية بالنسبة لنا تعتمد على أدوات تستخدم التحول الرقمي. لما بركب سيارة بنلاقي أن أغلب الأجهزة الموجودة في السيارة تدار بفكرة التحول الرقمي، الهواتف المحمولة، أجهزة التلفزيون، كافة الأجهزة حاليا أصبحت تدار بفكرة التحول الرقمي.
أصبح التحول الرقمي بالنسبة لنا كالهواء والماء لا يتوقف، ويوميا بيتجدد في التطور التكنولوجي وفي التطور الخاص به. طيب احنا لما بنتكلم على التحول الرقمي ومفهومه بالنسبة لنا في استخداماتنا، احنا لما بنيجي نتكلم على النشاط الرئيسي اللي احنا بنركز عليه وليكن في عملنا في وزارة التخطيط وبالتعاون مع كافة قطاعات الدولة في تيسير الخدمة للمواطن. طب تسمح لي باشمهندس قبل ما نتكلم عن تيسير الخدمة للمواطن، معنا الحقيقة تقرير عدناه بيوضح قرب أهمية التحول الرقمي في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، لو تسمح لي نروح نتابع هذا التقرير. تفضل. هذه الخدمات التي كان يجب على المواطن التوجه لمراكز الخدمات التكنولوجية بالأحياء ليتم إجراؤها أصبح ينجزها الآن تحت بيته من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة المجهزة لخدمة المواطنين وفق أعلى معايير الجودة. أنا جيت عشان كنت بقدم على رخصة تشغيل محل وكده، فقدمت من خلال العربة وهي سهلت علينا يعني ان احنا ننتقل بقى نروح مثلا للحي او كده، بنلاقيها موجودة جنبنا، بننزل على طول في اي مكان بتبقى قريبة لينا، فسهلت علينا الموضوع ان احنا مثلا بدل ما بنيجي الحي او نروح المكان اللي هو المختص، لا بنشوف في اماكن للعربيات بنوصل ليها وكده وبنقدم من خلالها. قدمت طلب معين بصراحة عشان تصريح حفر في العربية، بصراحة سهلت علينا كتير غير الاول خالص، بقينا بنقدم على طول، بتخلص الموضوع على طول، بيبعت لك على السيستم اول ما تخلص المعاينه بتاعتك، خلاص تعالي ادفعي، بقت بتسهل علينا كتير بصراحه غير الاول بقى نيجي ونستنى الدور وكده، بتبقى متواجده في اماكن كتير. تؤدي مراكز الخدمات التكنولوجيه المتنقله ما يزيد على 140 خدمه من خدمات المحليات وطباعه مخرجاتها دون الحاجه الى توجه المواطنين الى المركز التكنولوجي بالحي او المدينه، حيث تشمل تلك الخدمات المقدمه كل خدمات السداد من دفع ايجار واقساط وتجديد رخص المحلات والاشغالات والاعلانات. تم تفعيل العربيه المتنقله مركز التكنولوجي المتنقل من 5 شهور بحيث أنه يستقبل طلبات المواطنين الخاصين بحي مصر الجديدة. العربية بتروح لأماكن اللي أكتر فيها تجمع، زي غالباً بتبقى غالباً فيها محلات الإقبال بيبقى عليها لتجديد رخصة، طلبات إشغالات، طلبات إعلانات، فبنعتمد أن العربية توصل للأماكن دي بحيث بدل ما يجوا يعملوا زحمة في المبنى بتاع الحي، لا إحنا بنروح لهم لغاية عندهم ونقدم لهم الخدمات بتاعتهم. هذه السيارات أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إطار تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن تحقيقاً لرؤية مصر 2030. باشمهندس، بقى في مراكز خدمات تكنولوجية متنقلة احنا عندنا كم سيارة تقريبا؟ حاليا احنا بدأنا بما يقترب من 62 مركز متنقل بتقدم خدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بتقدم خدمات التوكيلات والشراء العقاري مع بالتعاون مع وزارة العدل، بتقدم خدمات الأحوال المدنية كشهادات ميلاد وشهادات وفاة وزواج بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية ووزارة الداخلية. واحنا في طريقنا بإذن الله للتوسع في مجال توفير هذه المراكز، بنأمل ان شاء الله نتوسع في خدمات اضافيه في هذه المراكز. طب لو انا مواطن عايز اعرف ايه اقرب سياره او مركز متنقل بالنسبه لي، اعرف من فين؟ احنا حاليا بنعد، يعني مثلا على سبيل المثال احنا النهارده تم دفع مراكز متنقله مع بالتعاون مع وزاره العدل لبعض الاماكن النائيه واماكن التكدس في فتره الصيف، بيتم عمل جدول ليها وبيتم توزيعه على موقع الوزاره. وباذن الله احنا في توسع اكبر ان يبقى فيه حملات توعيه، ونامل ان يبقى كل حي في مراكز متنقله ان شاء الله خلال المرحله. يخفف الضغط طبعا بشكل كبير. بشكل كبير جدا طبعا ان شاء الله باذن الله. ايه مستهدف او اهداف الوزاره يا باشمهندس من وراء انه يكون هناك تحكم في التحول الرقمي لخدمه المواطن؟ طيب يعني ارجع لنفس السؤال الاولاني اللي حضرتك اشرت عليه، واستخدام التحول الرقمي في تيسير الخدمه على المواطن. احنا في الحقيقه توجيهات القياده السياسيه بشكل دائم بدايه من سياده الرئيس ان مهم جدا بالنسبه لنا تيسير تقديم الخدمه للمواطن، وتلقى متابعه بشكل مستمر من سياده الرئيس ومن دوله رئيس وزراء، ويمكن في دعم كبير جدا من معالي الوزيره الدكتوره هاله السعيد. واحنا بنركز على جزئيتين، الجزئيه الاولى اللي هي تطوير الخدمه، والجزء الاخر اللي هو تطوير وسيله تقديم الخدمه. ولازم افصل ما بين الاثنين، تطوير الخدمه ان الخدمه يكون ليها انظمه وتطبيقات وقواعد بيانات مركزيه،
ودي بتساعدني كجهه حكوميه او كحكومه في ان البيان بيبقى بشكل دائم عندي، بيتم تحديثه يوميا، اقدر يبقى عندي مؤشرات، اقدر اعرف اعداد الخدمات، اعداد على سبيل المثال تراخيص البناء، بقدر اعرف اجمالي تراخيص البناء، ايه الحاجات المتاخره، ايه الحاجات اللي تم انجازها في وقتها، متوزعه بتوزيع جغرافي، خدمات كتير، بقدر اعرف البعد والوضع بتاعها على مستوى الدوله. الجزء الاخر زي ما اشرنا ويمكن بعض المواطنين استضفناهم في المركز المتنقل، هو اشار الى ان مش لازم يروح المركز علشان يأدي الخدمه، المركز التكنولوجي لما يجي له الحد عنده الموضوع اصبح ميسر. ومن هنا ببدا استفيد من وسائل تقديم الخدمه والتحول الرقمي. فين التحول الرقمي هنا؟ التحول الرقمي هو المنظومه اللي تم تطويرها، هو قاعده البيانات، هو الهوستنج اللي اتعمل لقاعده البيانات والمنظومه، هو التجهيزات اللي في السياره اللي بقدر اعمل خط ربط بينها بشكل مبسط وميسر واربط على هذه الانظمه. وهنا بقت الخدمه ما بقتش خدمه مميكنه، ولكن اصبحت خدمه ذكيه، لاني اقدر انفذها في اي مكان، اقدر اروح المواطن، اقدر اخليها متمركزه في اقرب مكان. في الكثير من الخدمات كمان يمكن ما تكونش من خلال حضراتكم، من خلال وزاره الاتصالات، الواحد قاعد في البيت يعني بيعمل مصر الرقميه فعلا. اذا كانت الرخص، شهادات الميلاد، المتعلق برضو ببعض التوكيلات، ايضا في سلك القضاء، يعني في الكثير من الخدمات اللي دخلت، فممكن في البيت كمان. اوضح لحضرتك نقطه مهمه، يعني طبعا مصر الرقميه النهارده بتقدم العديد من الخدمات ونفذتها الحقيقه وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتيسر خدمات كتير، لكن انا بيبقى عندي تحدي كبير قوي إيه، ان في خدمات تتطلب ان المواطن لازم يروح لمركز تقديم الخدمه للحصول على خدمه. على سبيل المثال التوكيلات، التوكيل ممكن ان انا من خلال ان انا الموقع ادخل ان اختار التوكيل ويسر الموضوع وبروح استلم التوكيل، ولكن في النهايه لازم اروح اتعامل مع المركز. تصوير بطاقات الرقم القومي، تجديد رخص مركبات اللي فيها فحص فني. اذا احنا نجد ان ما زال حتى الان في خدمات لازم اتوجه الى مكان تقديمها. هل ده معناه انه في خدمات كده كده هتفضل محتاج كمواطن اتوجه بنفسي؟ اذا انا يجب ان اتجه الى تطوير وسائل تقديم الخدمه. احنا معالي الوزيره يمكن كانت هي يعني ركزت، هل ده وارد يا باشمهندس ان المواطن ما يحتاجش خالص بالجهات الحكوميه؟ يعني هو الفكره، ما هو احنا لما بنحط هدف قدامنا وبنقول ان الهدف تيسير الخدمه على المواطن، إذا لازم أصل إلى كافة الوسائل اللي تيسر الخدمة على المواطن فعلا. الحكومة جادة في هذا الطريق ولا مجال للرجوع عنه. والموضوع ليست شعارات تقولها الحكومة لمجرد أن المواطن يتخيل أن في محاولات، لا، هي تحركات جادة جدا في الوصول للمواطن لتيسير الخدمة. أنا النهاردة لما طرحنا فكرة المراكز المتنقلة كان الهدف الرئيسي أن أنا ممكن أروح للمواطن لحد بيته أو لأقرب مكان بحيث إن هو يستلم الخدمة بتاعته أو يطلب الخدمة بتاعته. الحاجة الكويسة جدا والممتازة في المراكز المتنقلة اللي بنشتغل عليها دلوقتي إن المواطن لما يتوجه عشان يحصل خدمة لا يحتاج إن يرجع للمكتب الرئيسي أو المركز الرئيسي أو يروح لأكثر من مكان. هي المراكز دي بتقدم خدمات ذكية، بياخد الخدمة متكاملة من هذا المركز. طبعا أنا النهاردة يعني حاجة، يعني لو ربنا إن شاء الله بإذن الفترة اللي جاية الامور في مجال التعاون مع كافه الجهات تقديم خدمات، النهارده مثلا يعني في امكانيه ان خدمات المرور يمكن تقديمها من هذه المراكز. انا بدل ما انا اروح بعربيتي عشان اعمل فحص، لا، ده ممكن مركز المتنقل يجي لحضرتك في مكان العمل او في مكان المنزل او مكان حضرتك تختاريه يعمل فحص ويطلع الرخص. ده وقت وجهد طبعا عظيم. احنا بنسعى بشتى الوسائل والطرق، احنا بنشهد طفره في ادوات التحول الرقمي اللي احنا بنستخدمها من حيث خطوط الاتصال وخطوط الربط والأنظمة والتطبيقات والأجهزة والمعدات. هل ده بيتطلب يا باشمهندس كمان ربط الوزارات وعملهم ببعض؟ لأنه دي فترة زمان كان عندنا فيها بعض المعوقات. حضرتك يعني الجزء اللي حضرتك بتشير ده مهم جدا. احنا في وقت من الأوقات كان كل مكان جزيرة منعزلة عن الآخر. النهاردة أصبح للحكومة المصرية حاجة اسمها الجيت واي أو إي باص أو الجي تو جي، المحول الرقمي القومي، حاليا تديره وزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، اللي هو بيربط جهات حكومية لبعضها البعض. ويمكن حضرتك النهارده لما تروحي تطلبي خدمة معينة لا تحتاجي ان انت تتوجهي لكافة او باقي الجهات الحكومية عشان تاخدي بيانات، اصبحت الخدمة بتتقدم بشكل سريع ومصل لانه بقى البيانات كلها بيجيبها من كافة الجهات
من خلال ربط الحكومة. وفي جزء يمكن حضرتك أشرت إليه إن الحكومة بتجمع قواعد البيانات في مكان، لا هي الحكومة لا تجمع قواعد البيانات، هي من وجود محول رقمي أصبحت كل جهة عندها قواعد بيانات خاصة بها، ولكن بيتم تبادل البيان تلقائيا ما بين الحكومة لأنه موجود على سيستم واحد. فبالتالي أعتقد أن البيانات اللي بتدخل بتكون موجودة، يعني كل جهة بتروح. خلينا نقول بشكل مجازي أن كل مواطن ليه ملف. أدي لحضرتك مثال صغير مهم جدا أن أنا أشيره. أوكي. إحنا النهاردة كوزارة تغطية الحياة بنتعاون مع وزارة الصحة في تطوير قواعد بيانات المواليد والوفيات. إحنا النهاردة حالة الميلاد اللي بتتسجل عندي ببدأ أتعامل مع الجهات الحكومية المستفيدة. ببدأ كل جهة بتاخد البيانات اللي تخصها، يعني على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم يهمه جدا بيانات المواليد عشان يبقى عارف كمان أربع سنين أعداد المدارس والكثافة السكانية ويتحدد عليها سياسات كتير، خدمات كتير جدا للأطفال المواليد الجدد زي التطعيمات تبقى واضحة. أنا الأول كنت بقدر أدبر أمصال ولقاحات للأطفال بكميات غير مستهدفة بالنسبة لي، لا النهاردة أنا عارف وعارف الطفل المستهدف مين، ولو ما طعمش بقدر أعرف لأن أنا عندي القاعدة الأساسية دي. النقطة اللي كنت حابة أفهمها من حضرتك، يعني يمكن إحنا حاولنا نوصل بشكل أو بآخر تسهيل حياة المواطن من خلال فكرة التحول الرقمي، الدنيا تبقى أسهل، وقت وجهد وفلوس وكل الفندم، ولكن بالنسبة لتخطيط الدولة إزاي هيفرق في من خلال فكرة التحول الرقمي لما حضرتك تكون عارف أعداد المواليد، أعداد الوفيات، أعداد لا قدر الله الإصابات في مصر بفيروس كورونا، أعداد في قاعدة بيانات بتفاصيل المواطن المصري، ده مهم إزاي بقى في عمل حضرتكم في الوزارة؟ ده مش هو المهم، ده في غاية الأهمية بالنسبة لنا. ده هو ده الهدف طبعا. هي إذا كان أنا بسعى إلى تيسير تطوير الخدمة المواطن، لكن أنا يهمني أنا كجهاز إداري أو كحكومة للدولة أنا لازم تبقى عندي بيانات وبنية معلوماتية تساعدني في التخطيط واتخاذ القرار. نعم. على سبيل المثال زي ما بقول لحضرتك احنا النهارده قاعده بيانات المواليد والوفيات، قاعده بيانات المحليات اللي بنسجل فيها خدمات المحليات، العديد من قواعد البيانات دي بتساعدنا بشكل مباشر وكبير جدا في التخطيط للدوله واتخاذ القرارات الاساسيه بالنسبه لنا. يعني على سبيل المثال لما بنتكلم ارجع لقاعده بيانات المواليد والوفيات، انا بيانات المواليد بقدر اعرف اعداد الاطفال اللي داخلين في منظومه الدعم في خلال سنتين، بقدر اعرف اعداد الاطفال اللي داخلين في المدارس كمان أربع سنين أو خمس سنين وأقدر أحدد الكثافة بالنسبة لي، الوفيات بمجرد ما بتصل حالة الوفاة، كافة أجهزة الدولة المعنية بمجرد ما بتصل حالة الوفاة في خلال دقيقة بالضبط بتكون عرفت بحالة الوفاة، بيبدأ إن يبقى في إعادة نظر في الدعم العيني والدعم النقدي، بدأنا كمان التواصل مع البنوك. فالنهارده فكرة وجود قواعد بيانات لا طبعا بتساعد الدولة بشكل مباشر. هي بالعودة كمان على تسهيل حياة المواطن مرة أخرى، لما يعني لما يكون ولادي داخلين مدرسة وحضراتكم جاهزين بالتطعيمات بمكانه في المدرسة بحتى الوجبات المدرسية اللي كنت رئيس بيتكلم عنها بتفاصيل مريحة أعتقد بالنسبة للناس كمان. تخطيط كامل لكافة الخدمات التي تقدم إلى المواطن. أنا النهارده بقى المواطن بالنسبة لي بعد ما كان هو بيجري على الخدمة أصبح المواطن بالنسبة لي مستهدف في الخدمة التي يحصل عليها، يعني أنا النهاردة بعرف المواطن اللي عنده رخصة عربية هتنتهي ممكن أنا أتواصل معاه، المواطن اللي بيسجل طفل مولود أنا أوريدي بقى عندي في قاعدة بيانات، أنا ببدأ أتواصل معاه بقول له أنت الطفل عندك عنده مواعيد التطعيمات كذا، لو ما راحش في المواعيد بقى مستهدف بالنسبة لي أنا بقى متسرب، لو ما راحش يتقدم في المدرسة اللي ممكن يترشح له يخش فيها. هل أعداد المصريين ده بيعد تحدي؟ إحنا 100 مليون ده تحدي؟ احنا بالنسبة لنا لازم ننظر الى جمهورية مصر العربية منظور ان هي دولة عمرها الاف السنين، وهذا يختلف عن اي دولة في العالم، دولة مساحتها شاسعة تختلف عن دول كتير في العالم، تعداد سكانها يختلف، وموقعها الموقع الاستراتيجي، مصر تستحق ان تصل لما هي تصل اليه الان. مصر في عوامل كتير بتجعل منها دولة مختلفة عن دول كتير من اللي حوالينا، من حيث عمرها، من حيث عدد السكان، من حيث المساحة، من حيث الموقع. فيعني طبعا الدولة يعني بنشيد بما يحدث فيها من إنجازات في الوضع الحالي، ومصر الحمد لله دولة يعني متجددة دائما، وإن شاء الله بإذن الله إحنا حالة التطور والنهضة اللي بتحصل والتحول إلى الجمهورية الجديدة إحنا بنجني ثمارها دلوقتي، وبإذن الله كل يوم بيمر علينا إحنا الثمار اللي بنجنيها تفوق ما كنا بنتوقعه بإذن الله. عدد الجهات الحكومية تقريبا باشمهندس المرتبطة حاليا بيتم تداول فكرة الحركة ذكرتها أن البيانات لا يقل عن 60-70 جهة حكومية. يا فعلا طبعا. يعني النهاردة مثلا أنا لما حضرتك بتتوجهي
ودي الحقيقه كان قائم على تطوير هذه الخدمه وزاره الاتصالات ونشر المعلومات في الحصول على توكيل. انت حضرتك بتدخلي رقم قومي بتلاقي البيانات تلقائيا بتيجي من الجهه المصدره البيانات القومي الرقم القومي بتطلع تلقائيا. ده بيمنع عندي خطا في التسجيل، بيمنع عندي حاجات كتير جدا، مشاكل كانت بتحصل. لما بروح مكتب الصحه عشان اسجل بيانات المواليد والوفيات الرقم القومي بسجله للحاله اللي موجوده تلقائي بيطلع لي بياناتها. اصبح تداول البيانات الحكوميه النهارده ثقافه في المجتمع موجوده حاليا. هل عندنا البنيه الاساسيه من القوانين والتشريعات اللي تؤهلنا للتحول للاقتصاد الرقمي؟ حاليا موجود طبعا. وبرضو احنا بنسعى الى اذا كان الامور تحتاج الى تعديل في التشريع او في القوانين احنا بنسعى لهذا دائما يعني. في حاجات طبعا حصل فيها تعديل وفي حاجات احنا شغالين عليها طبعا باذن الله. ايه الاستعدادات بقى يا فندم للنقل او للانتقال للعاصمه الاداريه الجديده؟ استعدادات وليس استعداد. هو طبعا يعني ياتي على مقدمه هذا الاستعداد اولا تاهيل كافه العاملين المنتقلين الى العاصمه الاداريه، الحصول على دورات تدريبيه تؤهلهم في العديد من الانشطه سواء على مستوى اللغات سواء على مستوى المهام الوظيفيه اللي بيقوموا بيها. هي المهام هتختلف هناك يا فندم؟ المهام هتختلف في العاصمه الاداريه؟ هي مش المهام هتختلف، انما الادوات اللي الناس هتشتغل بيها. اولا على سبيل المثال مثلا ما فيش ورقيات، كلها انظمه ذكيه من حيث الدخول، ما فيش حاجه اسمها ان انا اسيب شغلي وقت ما انا عايز، لا الانظمه هناك كلها متابعه بشكل ذكي جدا سواء على سبيل على اسلوب تداول العمل اللي انا بعمله، في تقييم اداء للعاملين اللي موجودين. الوضع بيختلف كليا، هو ليس موضوع انتقال العاصمه، هو تغيير ثقافه جهاز اداري من وضع الى وضع اخر. ده بيتطلب او بيتطلب تدريب كام عامل في الجهاز؟ اول خطوه تمت مع كافه العاملين تدريب كافه العاملين واعداد تقارير دوريه عن كافه العاملين، والموظف الذي لا يستوعب فكره الانتقال للعاصمه يعاد له دورات لحد الى ان يصل الى هذه المرحله. في تدريب كامل، في استعدادات كبيره جدا لاستقبال العاملين في العاصمه الاداريه من كافه. فيش ورق بقى هناك يا فندم؟ خلص فيش. طبعا كلها انظمه ذكيه، تعامل ذكي، كله تعامل ذكي وانظمه ذكيه، ما فيش مجال. انا بقول لحضرتك هو مش نقل، ده تغيير ثقافه حكومه او جهاز اداري من وضع الى وضع اخر تماما يعني. هل ده خطوه اكبر نحو التحمل الرقمي؟ لانه ده معناه انه تعاملات بقى في المرحله القادمه. وانا عايز اكد حاجه، انا بقول لحضرتك النحو التحول الرقمي، التحول الرقمي زي ما اشرت حضرتك ليس غايه انما هو وسيله. كل الوسائل اللي هنسميها هي وسائل التحول الرقمي في الاستخدام، انما هو نحو الوصول الى جهاز اداري على اعلى مستوى نوازي به كافه الاجهزه الاداريه على مستوى العالم اللي هي على ارقى مستوى في تاديه الخدمات. احنا عندنا كام خدمه دلوقتي بتقدم بشكل الكتروني وبنستهدف المرحله القادمه يوصل؟ لا هو انا هقول لك حاجه، طبعا هو موضوع الخدمات يمكن اكثر من جهه في الدوله بتسعى الى تطوير الخدمات الحكوميه. قد يكون اجمالي عدد الخدمات اللي تقدمها الحكومه الى المواطن قد يصل الى 1000-1200 خدمه. لكن خلينا نتكلم على ان في خدمات اساسيه هي دي المواطن بيحتكي بيها بشكل مباشر او كافه المواطنين كبطاقه رقم بنسبه فهم. اكبر بنسبه اكبر. ممكن دي تصل الى 100-150 خدمه، وتقريبا بنسبه كبيره جدا كلها خدمات مميكنه واغلبها اللي نزل على بوابه مصر الرقميه. وده بيخليها خدمات ذكيه في هذه الحاله. فبنسبة كبيرة أغلب الخدمات الجماهيرية أصبحت مميكنة وخدمات ذكية. يمكن التحدي الأكبر بالنسبة لنا الخدمات التي تتطلب ضرورة توجه المواطن، وده اللي احنا بدأنا نشتغل عليه بوسائل تقديم الخدمات زي المراكز المتنقلة. وفي الطريق كمان إن شاء الله أساليب إضافية، احنا بنتعاون مع كافة الجهات الحكومية. احنا يمكن الميزة الرئيسية بالنسبة لنا في الوضع الحالي اللي احنا بنجري عليه في تطوير وتيسير الخدمات توجه القيادة السياسية في هذا الاتجاه تعاون الجهات الحكوميه. وفعلا احساس الحكومه والعاملين بان ده ما يستحقه المواطن المصري، واحنا داخلين على الجمهوريه الجديده وهذا تطور لازم ان احنا نصل لهذه المرحله. ما فيش مجال ان انا لا خلاص انا هرجع بمشي بالنظام القديم والمواطن يجي يقف على الشباك بالسقف. هذا كلام يعني اعتقد غير مقبول، وان شاء الله يعني ينتهي خلال المرحله القادمه. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، نورتنا. ضيفي في الاستوديو المهندس اشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشؤون قواعد البيانات والتحول الرقمي، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. فاصل قصير والمدارس اليابانيه.
رحب بحضراتكم من جديد. المدارس المصرية اليابانية بتقدم تجربة تعليمية مميزة من بداية تطبيقها سنة 2018 إلى الآن. التجربة دي بتطبق نظام التعليم الياباني في المدارس المصرية، فبتهتم بتطوير الطفل في جميع الجوانب الحياتية بجانب الاهتمام برفع مستواه الدراسي أثناء فترة وجوده في المدرسة. أيضا المدارس دي الحقيقة شغالة على رفع المستوى الأخلاقي للطلاب، وبتقدم مبادرات في التربية بتساعد على تكوين شخصية فريدة قادرة على التأثير بشكل إيجابي في الآخرين. حقيقة منذ 2018 ومع فهم الناس وأولياء الأمور لهذه المدارس، كان دايما الحديث أنه هذا النظام الياباني بيهتم أكثر بفكرة تطوير شخصية الطالب منذ الصغر أكثر من المحتوى التعليمي اللي ممكن أو يقدر يخزنه في السنوات الأولى تحديدا من دخوله المدرسة. خلونا نعرف أكثر عن هذه التجربة، تجربة المدارس المصرية اليابانية، مع ضيفي الكريم بينضم إلينا عن طريق تطبيق زوم، الأستاذة مالك رفاعي، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. خليني أسأل حضرتك في البداية، إحنا عندنا تقريباً 40 مؤسسة تعليمية مصرية يابانية في مصر، إيه أهم الأسس اللي بتقوم عليها المدارس المصرية اليابانية؟ أنا أحب بس يعني أزود على معلومة حضرتك جزء بسيط. إحنا لحد العام الدراسي 2021 إحنا كنا 43 مدرسة، وحالياً إن شاء الله العام الدراسي 2021-22 إن شاء الله هنبقى 48 مدرسة. فده أنا بطمن حضرتك يعني خبر كويس جميل إن إحنا الحمد لله بنكبر والعدد المدارس بيزيد. السنة دي زاد علينا محافظة جديدة اللي هي شمال سيناء، عندنا إن شاء الله السنة دي مدرسة في العريش، بالإضافة الوادي الجديد دخل السنة اللي فاتت. فالنهاردة إحنا عندنا 25 محافظة إحنا بنشتغل فيهم بشكل واضح. و طب هي الحكومه كمان، بما ان حضرتك بقى اتكلمت عن اعداد المدارس، اتكلمت عن تحويل 35 مدرسه حكوميه لمدارس يابانيه، هل في اجراءات تجاه ذلك؟ طبعا احنا عندنا المكون المشروع من اول يوم من 2016. المشروع كان ليه مكونين اساسيين. المكون الاساسي هو انشاء 100 مدرسه مصريه يابانيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه، وتحويل او تقديم خدمة أنشطة التوكاتسو بشكل مكثف في عدد 100 مدرسة أخرى أو مدرسة حكومية قائمة بالفعل. فاللي احنا شغالين عليه لحد العام الدراسي 2021 ال 43 مدرسة اللي كنا شغالين عليهم دول كلهم مدارس إنشاء جديد. إن شاء الله مع بداية العام الدراسي الجديد هيبقى عندنا إن شاء الله 35 مدرسة حكومية هندخل فيها أنشطة التوكاتسو بمنظومة أكثر توسعاً، ولكن لن نغير في هيكل المدرسة. أنتوا بتدخلوا النظام ولكن بتفضل مدرسة حكومية، ما بتتحولش المدرسة بالزبط. يابانية بالضبط كده. فهندخل نموذج موسع من أنشطة التوكاتسو في هذه المدارس، وستظل المدرسة تحت مظلات الإدارات القائمة عليها حاليا، وسوف نتعامل مع المدرسة على أنها كيان موجود. وده هيبقى هو التحدي اللي احنا هنشتغل عليه، ان احنا هنخش على مدرسة اولياء الامور قائمين، الاولاد موجودين، المعلمين موجودين، ولن يعني وهو ده التحدي اللي احنا ان شاء الله هنخش عليه في بداية المدرسة. طب تكلمني يا فندم عن اهم الاسس اللي بتقوم عليها المناهج في مناهج الدراسة في المدارس المصرية اليابانية قبل ما نشوف التقرير بس. احنا المدارس المصريه اليابانيه هي مدارس مصريه تابعه لوزاره التربيه والتعليم بتطبق المناهج المصريه الجديده 2.0. فاحنا عندنا الاطفال اللي موجودين عندنا اللي بداوا معانا من 2018-19 وحتى الان كلهم بيدرسوا المناهج الجديده فقط. ما عندناش المنظومه اللي هي 1.0 اللي هي من الصف الرابع لحد مرحله التعليم الثانوي. يعني واصلين لغايه سنه كام دلوقتي؟ ايوه احنا قفلنا العام الدراسي اللي فات 2021 قفلنا على ثالثه ابتدائي. ان شاء الله السنه الجديده عندنا رابعه ابتدائي للمره الاولى على مستوى مصر، واحنا معاهم ان شاء الله. يعني من كي جي 1 لثالثه ابتدائي، والدفعه اللي ما حضراتكم رايحه رابعه ابتدائي ان شاء الله. طب شاء الله. بتستقبلوا بقى يعني لو حضراتكم هتبتدوا في رابعه ابتدائي السنه العام الدراسي القادم، بتستقبلوا طلبه من بره على رابعه ابتدائي على طول يا فندم، ولا لازم يكونوا مكملين مع حضراتكم من النظام المصري الياباني؟
والله القواعد في المدارس المصريه اليابانيه ان احنا لما بيكون في عندنا قبول بيبقى القبول في مرحله رياض الاطفال المستوى الاول فقط اللي هي كي جي 1، لان هو ده الصف اللي بيفضل كل سنه. وانما الصف الرابع الابتدائي ما نقدرش نقبل عليه التحويل مباشر، لان الطفل الطالب بقى هيبقى تلميذ في رابع ابتدائي، هيبقى جاي من منظومه من خارج النظام الياباني، وبالتالي هيبقى في تحدي كبير جدا جدا لولي الامر وللطفل وللتلميذ داخل هذه المدرسة أو داخل هذه المرحلة إن نقدر نشتغل عليه، لأن المنظومة بدأ من أول مرحلة الطفل بيخش فيها منظومة التعليم إحنا بنشتغل عليه. فرابعة ابتدائي وثالثة ابتدائي بيبقى صعب علينا جدا إن إحنا نعمل ده، لأن هيبقى فيه ميكس، هيبقى فيه طالب مصعب من الصف الثالث طالع للصف الرابع، وفي طالب جديد جاي من بره، فهيبقى فيه فرق كبير جدا ما بين القدرات والإمكانيات الموجودة عند هذا الطالب فيما يخص الأنشطة والقيم اللي احنا قمنا بغرسها داخل الطفل من كي جي 1 لحد ما وصل لرابعة ابتدائي. ولكن التدخل مع المدارس الحكومية اللي هما 35 مدرسة ده إن شاء الله بإذن الله هيدينا خبرة جيدة جدا إن احنا نطور من منظومة تطبيق الأنشطة وننوع فيها بحيث ان احنا نقدر نتلقى الطلبات او نقدر نتلقى هذه الطلبات في المستقبل ان شاء الله. طب لو تسمح لي فندم استاذ مالك نروح نتابع هذا التقرير من داخل احدى المدارس المصريه اليابانيه للوقوف على التجهيزات الجديده للعام الدراسي المقبل، ونعود لمتابعه هذا الحديث. تفضل. تسعى المدارس المصرية اليابانية في مصر إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية توكاتسو، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته العقلية. عندنا في المدارس المصرية اليابانية أن احنا نعمل طفل قوي بدنياً عشان يكون عنده ثقة بنفسه ويعرف يتعامل مع المجتمع مع البيئة المحيطة به. تمام. وتاني حاجه بنبدا نتكامل مع المواد الاخرى في تطبيق بعض الاستراتيجيات، مشاركه الرياضه بالمواد الاخرى، تطبيق بعض استراتيجيات التعلم. وطبعا الاطفال عندنا الموهوبين رياضيا بنبدا نكرمهم ونشجعهم ونشجع ذويهم برضه ان هم يبداوا يشتركوا زي اقرانهم. احنا هنا في المدرسه المصريه اليابانيه بنهتم ببناء شخصيه الطفل من الناحيه الحياتيه، بنكسبه مهارات حياتيه كتير من خلال ممارسه انشطه التوكاتسو والربط بينها وبين 2.0 باشراف بعض الخبراء اليابانيين والمصريين. وأثبتت المدارس اليابانية كفاءتها منذ أول عام دخلت به الخدمة التعليمية، وتعود بدايتها إلى عام 2016 عندما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة اليابان، وتم توقيع اتفاقية الشراكة المصرية اليابانية في التعليم للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني. مدرسة حدائق أكتوبر من أكبر المدارس في المشروع الياباني على مستوى الجمهورية. عندنا تقريبا 520 طالب في المدرسة. المراحل الدراسية بتبدأ من كي جي 1 حتى برايمري 4. عندنا تقريبا من 100 ل 120 طالب في كل مرحلة. بالنسبة للاستعدادات للعام الدراسي الجديد بتتم من الآن ومن قبل كده عن طريق الحرص على سلامة وأمان الطلاب، خصوصا في ظل الأزمة الأخيرة، أزمة جائحة كورونا. معلمو المدارس اليابانية مدربون على أيدي مشرفين يابانيين لإرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان بالمدارس المصرية اليابانية، فذلك يساهم في نشر ثقافة الدقة والتفاني في العمل في الأجيال الناشئة ليكونوا بمثابة قاطرة الدولة والمجتمع، وبما يساهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري. أستاذ مالك خليني أرجع أسأل حضرتك، يمكن خلال حديثك ذكرت أنه في بعض القيم والأخلاق والنظام المعين اللي يجب غرسه في الطفل منذ الصغر أو منذ بداية المراحل التعليمية، فلهذا الأمر بتفضلوا استقبال الطلبة أو استقبال الطلبة في المدارس المصرية اليابانية بتكون من كي جي 1 أو المراحل في بداية التعليم خالص، الصفوف الأولى يعني يا فندم. إيه الحرص هنا أن أنتوا بتشتغلوا على إيه فندم مع الطفل في هذه المرحلة وفيما يتعلق طبعا بالتوكاتسو أو النظام الياباني؟ في أول خطوة إحنا بنستقبل فيها الطفل أهم حاجة بنشتغل معاه عليها إن هو يقبل الآخر، لأن الطفل بيبقى جاي لسه في عنده سن 4 سنوات، لسه مرتبط ببيته، مرتبط بوالدته بوالده بأخ أكبر في البيت، فبيبقى المحيط الضيق بتاعه اللي هو متربي فيه
هو ده اللي بيبقى مأثر عليه بشكل كبير. احنا بناخده بنحاول بنشتغل معاهم في هذه الصفوف الاولى ان احنا ازاي يقبل الاخر، ازاي يعرف ان في اقران له في نفس السن ومن من من بيئات مختلفه ومن مرجعيات مختلفه ومن اصول مختلفه، ازاي هو يقدر يتعامل معهم ويبتدي يكسر هذا الحاجز ويبتدي يتعامل مع هؤلاء الاقران. دي جزء. الجزء الثاني ازاي بعد ما يبتدي يتعامل معاهم ازاي يقدر يشتغل معاهم، ازاي يقدر يذاكر معاهم، ازاي يقدر يشاركهم في الحصه، ازاي يقدر يشارك المعلم. الجزء الثالث ازاي هو يبقى عنده شويه مربي جواه مجموعه من المهارات والسلوكيات ان هو يقدر ازاي يتعامل مع المعلم، وكذلك احنا بنبقى مدربين معلم ازاي يقدر يتعامل معاه. فدي من اهم القيم اللي احنا من اهم القيم والمهارات اللي احنا بنشتغل فيها مع الطفل في اول ايامه في المدارس المصريه اليابانيه. وبعد كده بنبتدي نرتقي معاه لمستويات اعلى لما بيبتدي يعني يتعمق في الدراسه جوه المدرسه وينتمي اكثر للمدرسه، ان هو يبتدي ينفذ ده في الواقع، ان هو يقدر يشتغل في مجموعات مع زملائه ويقدر يتناقش ويتحاور ويتناقشوا مع بعض حتى على مستواهم الصغير، حتى لو هيتفقوا ان هم هيشتروا بونبونيه لواحد زميلهم عشان خاطر عيد ميلاده. يعني حاجات من هذا القبيل، في تنميه للسكيلز او لمهارات شخصيه اكثر منه كونتنت او ماده تعليميه في البدايه. يعني يا استاذ مالك، هو الكونتنت موجود عندنا، الكونتنت موجود، وزارة التربية والتعليم مشكورة موفرة لنا الكونتنت، فإحنا مش بنبذل مجهود في إعداد الكونتنت، ولكن إحنا بنحاول نقدم الكونتنت ده للأولاد بالضبط. بنحاول نقدم الكونتنت ده بالشكل بالإطار العام اللي هو الأنشطة بتحيط بهذه البيئة التعليمية داخل المدرسة عشان نقدر نقدم للطفل فرصة تعليمية جيدة. متوسط أعداد الدفعات تقريبا قد إيه يا أستاذ مالك؟ احنا عندنا السنه دي ان شاء الله هيبقى مقيد على مستوى 48 مدرسه، يعني تقريبا اواخر ال 10,000، يعني احنا ممكن على بدايه شهر 9 نبقى وصلنا ل 11,000 طفل على مستوى 48 مدرسه. وفي الفصل الواحد بيبقى فيه تقريبا كم طالب؟ احنا عندنا موضوع الكثافات في المدارس المصريه اليابانيه ومنصوص عليه بقرار وزاري، فاحنا عندنا الفصل الدراسي من 36 ل 40 طفل على حسب مساحه الفصل. لان كل طفل داخل، كل طفل جوه كل فصل ليه 2 متر 75 سنتي. دول ده المحيط اللي هو بيقدر يتحرك فيه داخل الفصل كطفل. وبالتالي مساحه الفصل هي اللي بتقرر عدد الاطفال داخل الفصل او داخل الغرفه الدراسيه. العمل على شخصية الطفل وقبول الآخر وتنمية مهارة التعامل مع الآخرين والعمل في مجموعات، ده بيتطلب تدريب معين للمدرس اللي بيشتغل في المدرسة المصرية اليابانية يا أستاذ مالك؟ طبعا بيتطلب تدريب مكثف، لأن المعلم اللي موجود في منطقة العمل في المجال التعليم في مصر هو متعود ومتربي ومتخرج على المنظومة الموجودة في مصر منذ سنوات. فإذا حضرتك بدخلي منظومة جديدة وبتفعلي منظومة جديدة داخل منظومة التعليم، لابد أن أنت تعملي تدريبات إعادة تأهيل لهؤلاء المعلمين، أن هم إزاي يتعرفوا وإزاي يقدروا يتعاملوا مع الأطفال بشكل مختلف، مش مجرد أن هو يتقبل أن الطفل قاعد على الديسك بتاعه على مدار اليوم الدراسي وهو مجرد يعني ملقن لهذا الطفل للمادة التعليمية. ولكن مع منظومة المدارس، مع منظومة المناهج الجديدة، أصبح دور المعلم ميسر للمعلومة ومقدم بشكل مختلف للمعلومة للطفل. فإحنا عشان البيئة المدرسية اللي بيحيط بها أنشطة التوكاتسو من جميع الجهات، فلازم المدرس ده ياخده على تدريب مكثف جدا. احنا بنعمله في اوقات بنعمله بشكل مركزي لكل المعلمين الجدد اللي موجودين اللي بيتقدموا للمدارس المصريه اليابانيه كل عام، وفي نفس الوقت بنعمل تدريبات تنشيطيه على مدار ال 12 شهر داخل المدرسه من خلال مسؤولي التوكاتسو في المحافظات اللي هم موجودين في المدرسه على الاقل يومين في الاسبوع عشان يدربوا المدرسين، يوم بيروحوا لهم يعملوا لهم متابعه لاعمالهم ويتاكدوا ان هم بينفذوا التدريبات والمهارات اللي احنا بندربهم عليها بشكل جيد، ويوم تاني بيبقى رفع الكفاءه بتاعتهم لو تم اخذ بعض الملاحظات على ادائهم في العمل اللي في اليوم الاولاني. فالمنظومه دي شغاله عندنا 12 شهر. ماذا عن المصروفات المدرسيه يا استاذ مالك للمدرسه المصريه اليابانيه؟
متوسط. والله المصروفات المدرسية عندنا السنة دي احنا المدارس الطلبة المقيدين المقيدين في المدارس دي مصروفاتهم 12600 جنيه، المقيدين الجدد 13600. فدي المصروفات السنوية. عندنا ثلاث أساليب للدفع، يعني احنا عندنا دفع مباشر من خلال البنك، عندنا دفع عن طريق المدرسة على البي او اس اللي هي البوينت اوف سيل اللي هي بتقبل الدفع بكل انواع الكروت، نعم، الدفع المسبق او على حسابات بنكية، نعم. وعندنا تقسيط، عندنا تقسيط لمدة 8 شهور مع بنك مصر، ودي احنا عملنا لها يعني اعلنا عن الموضوع ده بدءا من السنه اللي فاتت نظرا للظروف الاقتصاديه، ان ولي الامر بدل ما يعني بدل ما يجي يدفع بالك مبلغ كبير مره بالزبط واحده ممكن يقسطه مع البنك بدون فوائد. هي تقريبا مصروفات بنكيه 100 جنيه في الشهر على مدار 8 شهور. ايه شروط التحويل سريعا بعد اذنك يا استاذ مالك، واي مرحله تعليميه يمكن اجراء التحويل للطالب؟ احنا عندنا شروط التحويل هي الشروط اللي بتقررها وزارة التربية والتعليم، الاستمارات الرسمية الحكومية اللي بتعتمد اللي هي بتعتمد من المدرسة المنقول منها والمنقول اليها، ودي اجراءات معترف بها يعني معتادة داخل وزارة التربية والتعليم. الصفوف اللي بيجوز التحويل اليها احنا عندنا تحويل لحد ماكسيمم لحد اولى ابتدائي من كي جي 1 كي جي 2 او جريد 1، هي دي الصفوف اللي احنا بنعمل عليها تحويل. ولكن احنا ادينا بعض المميزات لابناء العاملين وابناء اللي هم الاخوه والاخوات اللي موجودين عندنا في المدرسه، ادينا لهم المساحه ان هم ممكن يحولوا لحد الصف الثالث الابتدائي، لان احنا بنعتبر ان الطفل اللي عندنا في المدرسه هو جايد وهو دليل وهو سفير لينا داخل المنزل، وبالتالي فاحنا بنبقى مراجعين ومتابعين مع اولياء الامور ان الفكر والثقافه بالقدر اللي الطفل استوعبه قدرنا ننقله للبيت. وبالتالي في الايام الاولى للاعلان عن المدرسه المصريه اليابانيه وكان في اقبال واضح من اولياء الامور لهذه المدارس. بس سؤالي الاخير لحضرتك، واكيد حضرتك ليك خبره في التربيه والتعليم، ايه فرق او ازاي لاحظتم تطور الطالب اللي في المدرسة المصرية اليابانية في نطاق الشخصية أو بناء الإنسان؟ لأن الحقيقة فكرة بناء الإنسان دي استراتيجية دولة مش مدرسة مصرية يابانية فقط. طبعا والله الحاجة الوحيدة اللي احنا بنبقى سعيدين جدا بيها، ودي عندنا أكثر من مؤشر ليها، مش متواجد عند ال 11,000 طفل اللي عندنا، ولكن متواجد في عدد غير قليل من أولياء الأمور ومن الأطفال اللي موجودين عندنا في المدرسة، إن احنا عندنا بيوجه لينا لوم كبير جدا جدا ان احنا لم نكمل العام الدراسي السنه اللي فاتت في الترم الثاني، ولم نكمل الدراسه في الترم الاول، ولكن وان الاطفال كانوا زعلانين جدا، واولياء الامور وجهوا لينا اللوم ان احنا قفلنا الدراسه وان احنا قفلنا المدرسه، ولكن اكملنا التعليم بشكل الكتروني اونلاين زي المنظومه في الدوله لما حصل الاغلاق بسبب كورونا. احنا قدمنا الخدمه التعليميه اونلاين، ولكن معظم اولياء الامور، عدد كبير من اولياء الامور وعدد كبير من الاطفال كانوا حزينين جدا ان الولاد قاعدين في البيت ومش قادرين ومش عارفين يجوا يقعدوا مع الماس بتاعتهم او المستر بتاعهم، مش عارفين يجوا يقعدوا في المدرسه ويتلقوا الانشطه بشكل مباشر وفيس تو فيس من خلال المدرسه، ان ولي الامر زعلان جدا ان الطفل متاثر نفسيا انه مش قادر يروح المدرسه، ولكن للاسف ان الموضوع كان خارج عن ايدينا وكنا بقى يعني في ارتباط او اريحيه للطفل انه يروح المدرسه، ما بقتش هي الحاجه اللي بتخوف يعني خالص. في دليل مع ان احنا اليوم الدراسي عندنا بيبتدي بدري جدا، احنا بنبتدي من 3:30 ل 4 لتلت، نعم، فاحنا عندنا يوم دراسي طويل جدا، فكون ان الطفل في كي جي 1 او كي جي 2 يبقى مستمتع باليوم الدراسي وعايز يبقى موجود في المدرسة، دي حاجة مؤشر كويس جدا لي. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، كان معنا ضيفي الكريم عبر تطبيق زوم الأستاذ مالك الرفاعي مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم. شكرا لحضرتك أستاذ مالك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، بعد هذا الفاصل أستاذ عبد الحليم أنديل ضيفي الكريم. حقيقة مع إعلان الرئيس السيسي لعيد ميلاد الجمهورية الجديدة، وفي أسئلة كتير حقيقة بتدور في أذهاننا جميعا كمصريين، خلونا الحقيقة نتحدث بشكل أكبر عن ملامح الجمهورية الجديدة، معنى يعني إيه جمهورية جديدة، وفي مختلف القطاعات إذا كانت سياسية أو تنمية الإنسان أو حتى
شكل له علاقة بتطور عمل الدولة كدولة بمؤسستها ووزارتها. خلوني أرحب بضيفي الكريم أستاذ عبد الحليم أنديل. أستاذ أنديل أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ أنديل، ما هو تعريف الجمهورية الجديدة وأهم المواصفات والملامح السياسية للجمهورية الجديدة؟ يعني عشان نعرف يعني إيه جمهورية جديدة لابد أن نعرف أولا ما هي الجمهورية القديمة. نعم. يعني لكي نتبين إيه الحكاية بالضبط. طبعا الجمهورية أعلنت في مصر في 18 يونيو 1953، وكانت تلك نهاية العهد الطويل، هو العهد الملكي أو عهد الأسرة العلوية الذي حكم مصر نحو 150 سنة من 1805 إلى 1953، يعني نحو 150 سنة، نصفها تقريبا في ظل الاحتلال البريطاني. الجمهورية المصرية حين أعلنت أقدر أقول ببساطة إن إحنا يعني مرت البلد، وهو بلد يلزم أن أؤكد ذلك، قديم جدا 1000 سنين. الدولة المصرية دولة قديمة منذ ميناء موحد القطرين، وتعرضت لعشرات الأنواع من المحن والاحتلالات، لكن في النهاية لا أحد يستطيع أن يدعي أن مصر ولدت النهاردة أو ولدت في 18 يونيو 1953 أو غيره. دائما كان هناك شعب مصري، كان هناك مظالم، وكان في صور من الكفاح، وكان في حركة وطنية، وكان في رغبة هائلة في النهوض في بلد مر بمراحل ازدهار ومراحل انحسار، لكنه لم يمت أبدا. في الجمهورية الأولى على ما أظن يمكن تقسيم من 1953 إلى 1973 باعتبارها الجمهورية الأولى. طبعا مر في هذه الفترة من حيث الشكل والإجراء عدد من الرؤساء، الرئيس محمد نجيب لفترة سنة، الرئيس عبد الناصر لأغلب الفترة، الرئيس السادات بعد وفاة الرئيس عبد الناصر، لكن في هذه الفترة تشكلت ملامح جمهورية محددة. عناصرها الأساسية كثيرة جدا، لكن باختصار في هذه الفترة شهدت مصر نهوضا هائلا جدا بمعايير زمانه. على أي مستوى؟ في كل المستويات الحقيقة. يعني واحد في المهمة الأساسية هي خاضت حروبا كثيرة خلال هذه الفترة، لكن رغم خوض حروب كثيرة حققت أعلى معدلات التنمية في تاريخ مصر على الإطلاق، سابقه ولاحقه. يعني بمعنى أنه من سنة 1956 ل 1973 حققت مصر معدل نمو في المتوسط بصورة متصلة، مهم حاجة الاتصال، مش إنها مرة سنة أو سنتين وتعدي، 5.6%. جعلتها في نهاية هذه الفترة مع نصر أكتوبر 1973 رأسا برأس مع كوريا الجنوبية في معدلات التنمية والتقدم والاختراق التكنولوجي. يجب أن ندرك، نستطيع أن ندرك الفرق الآن بين ان احنا لما نشوف كوريا الجنوبيه دلوقتي عاشر اقوى اقتصاد في العالم، واحنا فين. فهي دي الجمهوريه الاولى، خلط ملاحم كبرى. طبعا في ملاحم باقيه. احنا مرينا بكام جمهوريه يا استاذ انتي؟ الجمهوريه الثانيه في اواسط السبعينات. نعم. بعد طبعا ما انتهى نصر اكتوبر وحصل ما اسماه الراحل العظيم احمد بهاء الدين بن فتاح السادات مداح، وخلي بالك من اسكندريه حاج رشاد وغيره، واحياء الاخوان وقيادة السلطة نفسها لعملية إعادة التأسيس الثاني للإخوان المسلمين والتيار اليميني الديني عموما. وظلت هذه الجمهورية تتآكل في جوهرها إلى أن وصلت في نهايتها إلى محاولة التوريث من داخل الجمهورية، أي العودة للعصر الملكي مجددا. ومن ثم كانت محاولة الشعب المصري للخروج من هذه الجمهورية الثانية، جمهورية الانهيارات، إلى استعادت وهج الجمهورية الأولى بأنه في ثورة 25 يناير 2011، وموجتها الثانية الأعظم في 30 يونيو 2013. الرئيس السيسي دايما بيقول أنه الجمهورية الجديدة هي وليدة ثورة 30 يونيو 2013. إيه الارتباط هنا؟ الارتباط هنا ببساطة أن 25 يناير حاولت إزاحة الفساد الموجود في كراسي السلطة، سلطة النهب، وفي نفس الوقت ثورة 30 يونيو حاولت إزاحة الطرف الآخر اللي هو على كرسي المجتمع اللي هو تيار اليمين الديني وفي قلبه الإخوان. فهنا هذه الجمهورية إيه سمتها؟ إيه عنوانها؟ عنوانها هو دستورها. دستورها اللي هو إيه؟ اللي هو دستور 2014. دستور 2014 طبعا من المعروف أنه جرت الاستفتاء على دستور في 2014، وهو في جوهره تعديلات دستورية جوهرية على طبعة الدستور 2012. إذن
معنى أن نتقدم إلى جمهورية جديدة عندي بالتعريف هو الالتزام بدستور هذه الجمهورية بوضوح أكتر. أي انتهاك للدستور أي مكان الذي يفعل هو انتهاك لمعنى الجمهورية الجديدة. أي انقلاب على الدستور لا سمح الله هو انقلاب على الجمهورية الجديدة. ده الجوهر المسألة. في أنا لماذا أقول ذلك؟ لأن الأمر طبعا حتى كما أكد رئيس السيسي نفسه ليس مباني بل معاني أساسية شاملة لمعاني السياسة والاقتصاد والتطور والعلم والتكنولوجيا. إن القيم الأساسية التي جرى استخلاصها من رحلة مصر الطويلة في محاولات النهوض مرت بمحاولات النهوض مع الجمهورية الأولى وإحنا بنتذكر كل يوم بيلح علينا معنى الجمهورية الأولى لما بنواجه مشكلة المية بنتذكر السد العالي اللي هو أعظم مشروع في تاريخ مصر بإطلاق. هنا الفكرة الأساسية إنه المعاني الأساسية استخلصنا معاني الاستقلال الوطني، فكرة الكفاية الإنتاجية والعدالة في التوزيع، فكرة الديمقراطية التي غائبة في كثير من مراحل هذه الجمهورية في مراحلها المختلفة، فكرة العلم أولوية العلم والتكنولوجيا، فكرة التجديد الثقافي والتجديد الديني، فكرة البحث عن مكان تحت الشمس في عالم متلاطم الصراعات ومتحول إلى توازن جديد يمتاز بوجود قوى متعددة على في قمة النظام الدولي. هنا البعض الحقيقة بيقزم معنى الجمهورية إلى معنى المباني. عملنا مشروع كذا عملنا مشروع، طبعا في إنجازات عظيمة جدا لا أحد يستطيع مدرك مبصر أن يتجاهل حجم الهائل من الإنجازات العمرانية تحديدا في السنوات الأخيرة. لكن معنى الجمهورية أوسع من ذلك كثيرا، بمعنى أكثر وضوحا، كلما تقدمت كلما واجهتك تحديات أكبر. نعم، وقد تحدثنا عن مثل هذه التحديات. يعني بوضوح ركزنا على أنه واحد مطلوب تأكيد الاستقلال الوطني. استقلال الوطني يعني أن قرارك يصنع في القاهرة لا في أي عاصمة أخرى، وهذا جرى فيه تقدم كبير. علامات البارزة بدون تفصيل تقدم الجيش المصري وإنهاء المناطق نزع السلاح في سيناء ووصوله إلى خط الحدود الدولية. اتنين، قلة الاعتماد على المعاناة أو الارتباط بين القرار والمعونة الأجنبية. طبعا نحتاج إلى مواصلة هذا الطريق لكي نصنع قرارنا في السياسة وفي الاقتصاد في مصر بعيدا عن أي روشتات للمؤسسات العالمية أو غيرها. اتنين، أولوية التصنيع الشامل. وآخر خبر النهاردة وده جرى فيه تقدم تحديدا عندي من سنة 2018، جرى الاتجاه إلى أولوية التصنيع الشامل. رئيس الوزراء اليوم بيتكلم عن اتخاذ 100 إجراء لتطوير الصناعة المصرية. رئيس الجمهورية بيتكلم عن أنه الكلفة الهائلة لمشروع تطوير الريف توجه في غالبها في مستلزماتها من إنتاج الصناعة المصرية وغيرها. فدي بوابة العبور الرئيسية. التلاتة، رد الاعتبار للعدالة الاجتماعية. والعدالة الاجتماعية حقوق وليست إعانات، يعني ما حدش بيمن على حد في هذا الموضوع، لأن احنا بلد ببساطة مع ركام الجمهورية التانية التي كانت تتحول إلى ملكية انتهينا إلى تفاوت مرعب في الثروات، انتهينا لتقسيم البلد طبقيا. هذا كلام أساسي. تلاتة، فكرة كنس الأربعة قصدي كنس الفساد، يعني بعد الاستقلال الوطني وبعد التصنيع الشامل ورد الاعتبار العدالة الاجتماعية كنس إمبراطورية الفساد. الرئيس السيسي دائما ما يتكلم عن أنه يريد الطريق الأصعب مش الطريق الأسهل. الحقيقة أنا أتصور أن كنس الفساد هو أصعب مهمة في مصر. بعد كده خمسة، طبعا إحنا عندنا فخر عظيم كمصريين بقوة جيشنا وبقوة وباستعادة قوة النخاع العظمي لجهاز الدولة كما أسميه ودوره الذي لا يمكن إنكاره، لكن كمان نحتاج إلى توازن بتقوية المجتمع. تقوية المجتمع يعني إيه؟ يعني فتح المجال العام وإطلاق الحريات والثقة في الشعب المصري وإفساح المجال لتنوع الآراء. بهذا المعنى نستطيع أن نقول إن مشروع الجمهورية الجديدة هو مطلب يجب التقدم إليه بالالتزام الحرفي بالدستور. الدستور ليس قرآنا ولا إنجيلا، لكن الدستور هو عقد اجتماعي يوضعه أمة معينة في وقت معين وتلتزم به، هو القانون الأعلى. خرق هذا القانون الأعلى هو خرق لأي معنى جمهوري. ده هذا ما أردت أكيد عليه. أما في وضع الإنجازات، طبعا الإنجازات
يراها الأعمى الحقيقة. يعني في بعض الإنجازات جاوزت فعل الإنجاز إلى نقطة فعل الإعجاز. نقطة أستاذ أنديل حقيقة توضح لنا أكتر، يعني هل الجمهورية الجديدة متعلقة بمدى تطبيقنا للدستور الحالي؟ أيوة، إحنا في مصر عندنا سمة الحقيقة أريد أن أنبه عليه، نحن نصنع الدستور ثم نأكلها كأقراص العجوة. يعني بمعنى أكثر وضوحا، الدستور ليس زينة ولا منديل كلينكس، الدستور عقد اجتماعي. نعم. لما أحب أعدله أعدله بنفس الطريقة التي وضع بها، لكن ما دام قائما لابد من احترامه والالتزام به. احنا مثلا عندنا الدستور بيقول في 10% من الناتج القومي الاجمالي لمجالات التعليم والصحه والبحث العلمي، 10% يعني 10%، ما نقعدش نتحايل عليها. الدستور بيتكلم عن ضمانات للحريات العامه وحريات الافراد، حريات الشخصيه والحريات المدنيه. اتفهم ان تكون هناك مرحله من مواجهه الارهاب وغيره بيستلزم فيها الامر قدر من التقييد لكذا، لكن يجب أن تكون لدينا المقدرة على التصحيح الذاتي دائما. موجة الإرهاب ليست الآن كما كانت من قبل عام 2015، كلما قل تتر أو يعني حالة الإرهاب كلما زاد الميل لإطلاق الحريات العامة. أفهم مثلا أن الانتخابات العامة في وقت معين جرت بنظام القائمة المطلقة وهو لم يعد يجري في الدنيا كلها، لابد أن أعمل عاوز أغرس السياسة في النظام الانتخابي، أشجع الناس على مزيد من التصويت، أخلق حالة من الرضا العام، لابد من التغيير إلى نظام القائمة النسبية غير المشروطة وغيره. موضوع العدالة الاجتماعية يجب أن ندرك وأنه إدارة الدولة شيء مختلف. فكرة وجود هذا الكم من الـ يعني مشكلة الفقر، جوهر عملية التنمية الاجتماعية هي تصفية مشكلة الفقر قبل وفوق وبعد أي اعتبار آخر وهكذا. يعني هذا ليس حصرا. أما أجي أتكلم مثلا عن إنجازات بالطريق الصعب، ما ينفعش أنا أبقى بلد بتكلم عن جمهورية جديدة ولسه عندي مشكلة اسمها مشكلة القمامة. ما ينفعش أتكلم عن التحول الرقمي أو ينفع وأنا بلاحظ أن البيروقراطية المصرية اللعينة المتفشي فيها الفساد والتي تحكم حياة كثير من الأفراد. أجي ألتقى انه انا تحولت في البيروقراطيه من شعار فوت علينا بكره الى شعار السيستم واقع النهارده. ما ينفعش هذا الكلام، لابد من ثوره لكنس وتطهير. ممكن ارد على حضرتك الردود بتاعه الطرف الاخر؟ اتفضل. انه ده شغل اكثر من 30 عام طبعاً. من الركود التام طبعاً. في كل مجالات الحياه المصريه. عندك حق، بس شغل اكثر من 30 عام احنا بنتكلم عن شعار ان احنا بننجز مثلا في الاسكان حسب وتيرة أسرع وأعلى من 2016 إلى الآن نحو 1.5 مليون وحدة سكنية، في مقابل رقم أقل في 40 سنة قبلها من 1976 من أيام الجمهورية الثانية دي جمهورية الانهيارات إلى 2016 أو 2013. الفكرة إن أنت بتتكلم عن طريقة عمل جديدة، هذه طريقة العمل الجديدة. انت الرقمنه شيء ضروري وانا مع ما كانت كل شيء او رقمنه او كذا، لكن في نفس الوقت يجب ان ندرك ان في عقبات بتكعبل في الطريق. الكعبله البيروقراطيه في الطريق دي بتخلي مظهر الدوله عموما بتنجز هنا وحد بيشد ورا من جانب اخر. هذا الوضع يجب ان ينتهي. البيروقراطيه استاذ انديل موجوده في كل حته في العالم بس طبعًا. بشكل مختلف والبيروقراطيه لعنه. انا مثلا كنت في يعني في بلدان اوروبيه زينا فيها كده ايطاليا مثلا تعطيل دوله بيروقراطيه يعني. رهيبه جدا حقيقي. انا بتكلم عن ان ده عائق. لما نيجي نتكلم عن الدوله المصريه، ما فيش دوله في الكون عمرها من عمر الدوله المصريه، وبالتالي ما فيش بيروقراطية في الكون عندها خبرات الإعاقة الذاتية زي البيروقراطية المصرية. أما مثال آخر مثلا موضوع الحد الأدنى للأجور، رئيس الجمهورية قال إن احنا في سنة 2011 كان الأجور حد أدنى 400 وكذا بقى 2400. الحقيقة أن هذا منطبق فقط على قطاع من العاملين، قطاع واحد من العاملين من قوة العمل، هو في الجهاز الإداري أو في الهيئات العامة أو فيما تبقى من شركات القطاع العام. مجلس الأجور اجتمع وطبق وقال احنا هنطبق بعد 6 شهور على كل المنشآت الخاصة، لكن لم يطبق إلى الآن. قانون يعني قانون.
اذا انا مش هسال حضرتك احنا وصلنا لكام في المية من الجمهورية الجديدة واي مرحلة؟ لا وصلنا لانجازات تزرع الامل في التقدم الى نعم. جمهورية جديدة. والحقيقة يبقى العمل في هذا الاطار. استاذ انديل بشكر حضرتك. شكرا جزيلا استاذ عبد الحليم انديل الكاتب الصحفي الكبير. مشاهدينا الكرام انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعة، الى اللقاء.